بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام في استنباط الأحكام من قوله تعالى: إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله، إلى قوله سبحانه وتعالى: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. فيؤخذ من قوله تعالى: فمن تاب، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يؤخذ من ذلك بيان سعة مغفرة الله ورحمته، حيث إنها وسعت هؤلاء المجرمين إذا تابوا، وأن التوبة تجب ما قبلها مهما كان من الذنوب، لأن الله جل وعلا قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا كان الكفر بالله يغفره الله بالتوبة، فغيره من الذنوب من باب أولى. ومن ذلك قطاع الطرق والسراق، إذا تابوا إلى الله توبة صحيحة تاب الله عليهم وغفر لهم. ويؤخذ من هذه الآيات دعوة المحاربين والمفسدين في الأرض إلى التوبة قبل أن يقعوا في قبضة ولي الأمر. يؤخذ منها المبادرة إلى التوبة قبل أن يقبض عليهم، فإن الله جل وعلا أمر بتركهم إذا تابوا قبل أن يقبض عليهم. وكذلك يؤخذ من هذه الآيات بيان عقوبة السارق والسارقة. والسارقة كما سبق هي أخذ المال من حرزه على طريق الخفية، على طريق الخفية والغفلة من صاحبه. فمن أحرز ماله بحرز مثله ثم جاء من هتك الحرز وأخذ المال وتجرأ، فإن جزاءه أن تقطع يده التي اعتدت على هذا المال. أما من أهمل ماله ولم يحرزه وأخذ، فإنه لا يقطع من أخذه، لأن هذا لا يسمى سرقة، وإنما يسمى خيانة، يسمى خيانة أو أخذا للمال بغير حق، وله عقوبة أخرى غير القطع. ويؤخذ من هذه الآيات أن عقوبة السارق مناسبة لجريمته، ردا على من يتهمون الإسلام بالقسوة، فإن قطع يده في غاية الحكمة. ولهذا قال جل وعلا: جزاء بما كسبا، جزاء بما كسبا. فإن هذه العقوبة مطابقة للجريمة تماما، فهي تحددت في العضو الذي اعتدى وأخذ المال بغير من حرزه، فإنها تقطع هذه اليد المتجرئة حتى تسلم أموال الناس وتسلم أيديهم أيضا، لأن الحد إذا طبق ردع البقية. ويؤخذ من هذه الآيات أن من تاب من السرقة، أن من تاب من السرقة قبل إلقاء القبض عليه فإنه يترك، لكن من توبته أنه يرد المال على صاحبه أو يطلب منه المسامحة.
يؤخذ من هذه الآيات وجوب تقوى الله، طلب التقرب إليه بالطاعات، وذلك من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة هي الطاعة والعبادة التي تقرب من الله سبحانه وتعالى، وليست الوسيلة ما يزعمه أهل الضلال أن تجعل بينك وبين الله واسطة من خلقه توسطون لك في قضاء حوائجك من الأموات والغائبين، فإن هذا من القول على الله بغير علم. وأما أن تطلب من العبد الصالح الحي الحاضر عندك أن يدعو الله لك فهذا أمر مشروع، وهو ليس من التوسل بالصالحين بذواتهم، وإنما هو توسل بالعمل الصالح وهو الدعاء. والدعاء من أفضل الأعمال. يؤخذ من هذه الآيات وجوب الجهاد في سبيل الله وأنه سبب للفلاح. والجهاد في سبيل الله بأنواعه، فيه إصلاح للأرض، وفيه رحمة بالعباد في إخراجهم من الكفر والشرك إلى التوحيد وعبادة الله وحده، فإنهم إذا أطاعوا الله ورسوله وقبلوا ودخلوا في الإسلام نجوا من النار والعذاب الأليم الدائم، فهذا من مصلحتهم الظاهرة. وكذلك يأمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم في الدنيا، فهذا من مصلحتهم. فالجهاد في سبيل الله فيه مصالح عظيمة للبشرية، وفي تركه مضار عظيمة على البشرية من تسلط الجبابرة والطغاة والمفسدين في الأرض، وتسلط على الضعفاء والمساكين. ففي ترك الجهاد مفاسد عظيمة وشر على البشرية، وفي إقامته مصلحة عامة وخاصة للبشرية. ويؤخذ من هذه الآيات أن الجهاد يجب أن يكون لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، لقوله: وجاهدوا في سبيله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجاهد شجاعة ويجاهد حمية ويجاهد ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الضابط للجهاد في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لا يجاهد من أجل حمية أو من أجل إبداء الشجاعة أو من أجل أخذ المال والغنيمة أو من أجل توسع السلطة وامتلاك الأرض، هذا كله ليس في سبيل الله. والجهاد إذا كان في سبيل الله فإنه من مصلحة البشرية كما ذكرنا، ولهذا قال: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، فدل على أن الجهاد يسبب الفلاح في الدنيا والآخرة وينجي من الخسار في الدنيا والآخرة. ويؤخذ من هذه الآيات أيضا أن الكافر لا يقبل منه توبة أو لا يقبل منه فدية، أن الكافر إذا مات على كفره لا يقبل منه فدية مهما بلغت. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب الله من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، فلا يدفع عنهم العذاب دافع إذا ماتوا على الكفر والشرك بالله عز وجل. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.